Recording in progress. وين يا دكتور بروح؟ طيب خلينا نبدا في محاضرتنا خالد، بعدين بحكي انا وياك لحالنا. يعني انا بدي اقصي فيك تليفون نتفك. طيب احنا اتفقنا ان الموسم الرياضي بيتكون من 3 فترات، فتره اعداد وفتره منافسه. افتح انت عشان تشوف فتره اعداد وفتره منافسه وفتره انتقاليه. هذول الفترات احنا اتفقنا انه بجوز الموسم يتكون من اكثر من فتره اعداد وفتره منافسه وفتره انتقاليه حسب اللعبه اللي احنا بنلعبها. غالبا الالعاب الفرديه بيكون فيها اكثر من موسم، لان الالعاب الفرديه يعني انت بتلعب تنس طاوله بطوله او كاراتيه او تايكوندو، تلعب اكثر من بطوله في السنه، فبكون في عندنا اكثر من فتره اعداد وفتره منافسه فتره انتقاليه. في هذه الحاله شو بنسوي؟ بنقول فتره الاعداد الاولى، فترة الإعداد المنافسة الأولى وفترة الانتقالية الأولى، ننتقل للفترة الثانية، فترة الإعداد الثانية، فترة منافسة ثانية، فترة انتقالية ثانية. ضروري جدا نقسم الموسم لفترات اللي بنحكي عنها، لأن كل فترة لها خصوصيتها في الجوانب البدنية، في الجوانب المهارية، في الجوانب الخططية، والنسب راح تختلف بين فترة الإعداد وبين فترة المنافسة وبين فترة الانتقالية. طيب بما ان احنا دخلنا على هذه الشغلات، شو يعني الاعداد المتكامل الشامل للاعب؟ شو بنقصد في الاعداد المتكامل الشامل للاعب؟ يعني انت الهدف تبعك كمدرب انك تعد اللاعبين اعداد شامل، شو مفهومك من الاعداد الشامل؟ يكون جاهز لمرحلة المنافس. إعداد جميع العناصر البدنية الضرورية الأساسية والضرورية. يعني تطوير جميع العناصر، تمام. القدرات البدنية والتوافقية، آمين. جميع القدرات البدنية، القوة والسرعة والتحمل، والقدرات التوافقية. شو في حد عنده مفهوم ثاني للإعداد الشامل المتكامل؟ آه صحيح. هل راح نقول الإعداد البدني الكامل والنفسي؟ أيوه. بس هذا راح. بدني؟ ونفسي؟ نفسي؟ بدني شو بعده؟ خططي. معرفي. شو بعد البدني بيجي؟ انت كمدرب في البدايه بتدرب بدني، شو القاعده اللي بتنبنى عليها؟ احنا بندرب بدني مشان نروح ليش؟ معرفي. المهاري. بعد المهاري شو بنروح؟ خططي، لان اذا ما عندي بدني وما عندي مهاري ما عندي خططي. المهارات تبعتها اللي بخلينا نظبطها الاعداد المعرفي. اذا انت بدي ادرب لاعب ما عنديش معرفه في القانون، بدي يصير يكون في التسلل. اذا الاعداد المعرفي هو مكمل بنخلطهم مع بعض، ما في حدا بيجي كل يوم بده يعطي اعداد بدني لحاله، في شيء اسمه اعداد بدني لحاله. الاعداد البدني بيكون مع المهاري، مع الخططي، مع النفسي. حتى البدني بيكون اتجاهه باتجاه العمل المهاري. ما بزبط انك انت تعطي بدني باتجاهات مختلفه، لازم الاتجاه الحركي. بسم الله لازم يبوس ايديك. بسم الله لازم يبوس ايديك. ف الاعداد الشامل للاعب هو مثل علبه بنحط فيها شنو المكونات لتطلع هالعلبه بشكل صح. لما بدنا نسوي علبه حمص بنحط عليها طحينيه، بدنا نحط عليها مكملات وبهارات وملح وما نعرف ايش حتى تصير علبه حمص، ونسكرها ونظبطها. واللاعب نفس الشيء، اللاعب اذا احنا ما اشتغلنا عليه في الجوانب الخمسه هذول يحفظوها مثل السجن. لاعب في البدايه بنحط القاعده الاساسيه للاعب شيء بدني، بنكمل عليها شو مهاري، بعدين بنروح على الخططي. اذا ما عندك بدن ومهاري ما بتشتغل خطط ولا يمكن. يعني تيجي خير فض فلاح الدكتور طارق بده يدرب خطه اخذها عن برشلونه، طب هو هذا اللاعب بيقدرش على البدن تبعها، بيقدرش على المهاره تبعتها، كيف بده يطبقها؟ هذا اغلب المدربين دول باتهم بيشتغلوا، انا بروح بجيب لك خطه شافها على التلفزيون ولا شافها كذا. يا جماعه في شيء اسمه الفروق الفرديه، الفروق الفرديه مش بس على اللاعبين، مش الفرق بين لاعب ولاعب، الفروق الفرديه بين مجموعه ومجموعه. فريقي يختلف فرديا عن فريق برشلونه، يختلف عن فريق اتلتيكو مدريد. عشان هيك بتلاقي المدربين، مدرب ناجح هو المدرب اللي بيقدر يوظف اللاعبين بطريقه صح، مش المدرب الفلسفي.
زي تزامبي. ايوه، المدرب اللي بتفلسف ما بنجح، المدرب اللي بيعرف وين امكانياته وبيشتغل على امكانياته. فالاعداد المتكامل غير على الاعداد البدني، الاعداد المتكامل يشمل جميع العناصر الخمسه متاخذون بالترتيب: بدني، مهاري، خططي، نفسي. طيب شو يعني الاعداد البدني؟ شو يعني اعداد بدني؟ اللاعب بدنيا عشان القدرات من الضغط في ارض الملعب. شو يعني اعداد بدني؟ عمرك لا تحط التعريف في الكلمه اللي اعطيتك اياها. يعني تقوليش الاعداد البدني هو اعداد لاعب بدني، اعداد بدني. شو يعني اعداد بدني يا جماعه؟ يلا بقى شو رايك؟ انت بدك تعد لاعب بدني، شو يعني؟ انت احكي بشكل عام، بشكل عام شو يعني انت شو تخطيط. شباب اللي على لين، وين لين؟ لين مكاوي. شو يعني اعداد بدني؟ في حدا كتب لنا على الشات شو بيقول؟ عناصر اللياقه البدنيه. هل ما انا بقبل انه يكون تعريف الاعداد البدني هو عناصر اللياقه البدنيه؟ انا بقبل الشيء. عناصر اللياقه تطوير البدنيه مصطلح يختلف عن مصطلح الاعداد البدني. واجبات المطلوبة منه في اللعبة. دكتور مثلا هل هذا نلعب عام هذا نلعب بشكل عام اللي تشمل القوة والسرعة والشغل الثاني. لا تخبرنيش العواصم. دكتور، هاي دكتور، إنها تطوير الخصائص الحركية من جميع جانبها، بس بشكل عام بيكون يعني بدون ما يخصصها للعبة أو مسابقة ما بتخدم، بتكون اللعبة أو شو تخصصي بنسميه؟ بدني، إعداد إيش بدني عام مضبوط، بس بدني إيش؟ عام. غير عن الإعداد البدني، إحنا بنحكي عن إعداد بدني، كيف لما دكتور، نفصل بين إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص ويصير تعريف الصح. دكتور، إعداد الجسد بدنيا ونفسيا وكليا للرياضة ما معينة. ماشي، مش مشكلة. شو رأيك؟ قاعد بتلوش في البيت. ظبط شواربك المرة الجاية. إعداد بدني يا جماعة، أنا مدرب جاي عندي مصطلح اليوم، عندي مهمة اسمها إعداد بدني. هي باختصار الإجراءات اللي بيكون فيها المدرب من أجل تطوير جميع الجوانب البدنية الخاصة في اللاعب من قوة وسرعة ورشاقة ومرونة وتحمل. إجراءات، إذا هي إجراءات. لما أقول إعداد بدني، إذا أنا بدي أقوم بإجراءات كمدرب من أجل أن أطور الجوانب الخاصة في الجانب البدني. وهذا المصطلح بنقسمه لقسمين. إحنا كنا الفترة الأولى في المنافسة شو اسمها الفترة الأولى في المنافسة؟ احنا تقسمنا الموسم لثلاث أقسام، شلنا إعداد، منافسة، وانتقالي. انتقام. الإعداد قسمناه لثلاث مراحل، شلنا إعداد عام وخاص وإعداد فردي. ومنافسة. شاطر يا مين. طيب والله دكتور، اعداد المنافسه، اعداد للمنافسة. للمنافسه، للمنافسة مش اعداد المنافسه، لا لا للمنافسة. للمنافسه، لانه بيجي قبل المنافسه. دكتور ما في قرارات صراحه اعداد المنافسه، إعداد للمنافسة. شو الشيء؟ طيب الإعداد البدني بيقسم لك قسمين: إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص. خلينا شوي وبعدين نرجع لك. شو إحنا بنستفيد من الإعداد البدني؟ طب ليش المدرب بذبح حاله وبقتل حاله تمنى يشتغل الاعداد البدني؟ احنا بنصرف وقت طويل واحنا نعمل في اعداد بدني للاعبين، وبنعطي وقت طويل حتى نطور اللاعب بدنيا، واحيانا بنكون الفريق خاض بدنيا واقع بالمصطلح العام. طب احنا ليش اصلا بندرب اعداد بدني؟ شو احنا بنستفيد كمدربين بنفيد لاعبينا لما احنا بدنا نعمل اعداد بدني؟ الاعداد البدني اذا ما بنتش صح ما تقدر تبني عليه مثلا الخطط والمعرفه النفسيه. طيب شو دخل المعرفة في الإعداد البدني؟ مثلا بدك تبني، أنا ببني المعرفة على الخطط، مش ببني البدني على المعرفة. دير بالك. ليش إحنا، شو إحنا بنستفيد؟ أو يا شيماء، شو إحنا بنستفيد من الإعداد البدني للاعبين؟ شو إحنا بنطور عند اللاعبين؟ التأثير على الأجهزة، على أجهزة الجسم الخارجية عشان تصير تتحمل. أجهزة الجسم الخارجية ولا الداخلية؟ الداخلية. داخلي. احنا كلنا الاداء الحمل التدريبي نوعين: حمل خارجي وحمل شو؟ داخلي. داخلي. الحمل الخارجي هو
اللي بيأثر على الحمل الداخلي. طب ما في شيء اسمه حمل داخلي لحاله، احنا بنعطي حمل خارجي حتى نعمل حمل داخلي. لما احنا بنجري احنا بنسوي عبء على القلب، احنا بندرب عضله القلب عن طريق الحمل الخارجي، ما بندربها لحالها. بنيجي بشكل عضله القلب تعال تندربش، شو بدنا ندرب فيها؟ فاحنا بنعطي حمل خارجي مشان نشتغل الحمل الداخلي. فماشي صح يا شيخ، ان احنا من الجانب من الشغلات المستفيد منها، ان اصلا هدفنا في التدريب احنا اصلا ان نعمل تغيير وتكيفات في اعضاء اجهزه الجسم الداخليه، هذا هدفنا الاول. ان نرفع كفاءتها برا يجريك 100 متر عشان ياثر على العضلات على الاعصاب وعلى الجهاز العصبي، مشان يصير في عندنا ايش؟ تطور في الجهاز العصبي والعضلات مشان يصير سريع. ولا لا؟ ليش بدي اقول لك خذ مكانك استعد انطلق؟ مش بدي ياثر على رده فعل، رده فعل تعتمد على ايش؟ على الجهاز العصبي على الجهاز العضلي. ولا كيف بدي اطورك اذا ما اثرش على هذول المنظومتين الداخليات؟ ما فيش تاثير اصلا. وظلك انت شو يعني؟ اذا انت ما بتشتغل على تدريبات الجوع. طيب الاعداد البدني اول شيء تطوير الجوانب البدنيه. اول هدف للياقه البدنيه اني انا في النهايه بدي اطلع اللاعب تبعي عنده قوه عشان لما يجي يشوط الطابه في قوه، لما يجي يشوط في الارسال في كره الطائره لك قوه، لما يجي اللاعب كره السله يصوب من بعيد لك قوه، لما يجي في كره اليد يتمرر طابه فاست بريك اذا فيش عندك قوه، لما كان نعطي البنات هذيك لما كل مكان ظل معصب في المحاضره ابدا اعصب بس من عندي ابدا اعصب، لما انا عامل تمرين بدك تمرر باص 6 7 متر ولكن باص قدامك سقط بدي اعصب بس من عندي يعني فيش قوه اصلا. اغلب مشاكلنا يا جماعه لما ندرب البنات بالاخص اللي مش مدربات في انديه، مشكلتنا انه ما فيش عندي قاعده بدنيه عشان لك ضعف في المهاره، ما بتقدرش تلعب اصابع في الطار، ما بتقدرش تلعب استقبال من اسفل، ما بتقدرش تلعب الباص الطويل. ليش؟ فيش بدني. عشان هيك احنا في بدايه التخصص شو بنعطي ماده؟ اعداد بدني على اساس ان اللاعب يبعد بدنيا. فهمت؟ خلونا بلاش نناقش ليش. بس المفروض ان دائما القاعده الاساسيه بدنيه، فانا الهدف الاول في الجانب البدني هو رفع القدرات البدنيه جميعا. شلها شو بتلعب؟ اي لعبه بتلعبها، تنس طاوله بدك بدني، كلش لعبه تنس طاوله بروح بزطها طاوله ببلش يلعب لازم يلعب بدني، لازم يجري يقدر عنده تحمل، لان مرات بتلعب 3 مباريات 4 مباريات في اليوم اذا فيش عندك تحمل مش هتقدر تكمل، مرات المباراه بتمد معك فتره طويله. مش بس انا بدي، طب انا بدي قوه، مش بدي قوه، بدي قوه تحمل وبدي سرعه رد فعل. فانا اي لعبه في الدنيا بدها جوانب بدنية في البداية. إذا أول شيء الإعداد البدني الهدف منه إنه طور الجوانب البدنية عند اللاعبين. اللي قرأت لنا إياها مش عارف إني كتبت لنا إياها. طبعاً الجوانب البدنية لين بتكون لك إكساب القوام السليم. الجوانب البدنية تعطينا قوام سليم طبعاً. تمرينات التحمل تعطينا إيش؟ تخلصنا من الدهون. تخلصنا من الدهون. فخلت جسمك شو؟ بدون دهون ماشي. مش مثلنا عشان بطلنا نلعب صرنا شوي شوي ها نسمن. القوة بتخلي الجسم بشكل يعني بالشكل اللي بنسميه ان مركز ثقل الجسم توزع بين القدمين، ما فيش عندك انحناءات، ما فيش عندك مشكلة، لان الجسم مكون من 5 مكعبات، هذه ال5 مكعبات لازم تكون متراصة فوق بعض بشكل ما في مكعب من المكعبات داخل ولا طالع لبرا. التمرينات البدنية بتساوي هذا الحكي، فهي هدف من أهدافه. إكساب اللاعب الوعي الصحي، أنت لما تصير تلعب رياضة تصير أنت تهتم في التغذية تبعتك تلقائيا. واحد بكير تحضره بالفراجين لما بكير يروح يلعب في الجيم يبلش بالطبخ بيض وحليب مش عارف إيش، هي ممكن شيء هزلي بس فعليا الإنسان اللي بصير فيه عنده نظرة للحياة بشكل أفضل ونظرة بدنية أفضل فبصير عنده اهتمامات صحية أحسن، بصير عندك اهتمامات صحية أفضل. فالإنسان هذه الجوانب البدنية تكسبك تلقائيا اهتمام في التغذية، اهتمام في النوم، اهتمام في النظافة، اهتمام في التدخين، اهتمام في شرب المية، فبتلاقي البني آدم لحالة بصير يتوجه هذه الأشياء. في هنا مصطلح أنا بقول لك تطوير القدرات العقلية. طب هل اللياقة البدنية لها علاقة بالقدرات العقلية؟ هل اللياقة البدنية لها دخل في القدرات العقلية؟ نعم دكتور إلها دخل؟ إلها دخل
طب انا مش دارس رياضه وما بحبش الرياضه، اقنعني الرياضة هرمش. اقنعني اني انا اذا بتدرب رياضه وبلعب تمرينات بدنيه بصير في عندي قدرات عقليه افضل. بصير فكر يكون مثلا هذا التمرين بضرني، هذا بضرني، هذا بفيدني مستقبلا، هذا بضرني، طيب بصير فكر. اول شيء بدنا نفهم شغله واحده، ان في دراسه علميه انعملت على طلاب في اليابان. هذه الدراسة أخذ مجموعتين متكافئتين. شو يعني متكافئتين؟ يعني هذه المجموعة نفس هذه المجموعة نفس القدرات العقلية، عملوا لهم اختبارات قبلية قبل ما يطبقوا البرنامج، عملوا لهم اختبارات في مادة الرياضيات. المجموعة الأولى ظلت تدرس عادي، المجموعة الثانية صارت تدرس عادي بالإضافة لبرنامج في تدريبات السرعة صف رابع. بعد شهرين اجوا عملوا نفس الاختبارات نفس المجموعتين، لكن انه في تطور عند المجموعه اللي خضعت لبرنامج رياضي بينما المجموعه الثانيه ظلت بالشكل التحصل. اذا هذا بنقدر نقول بدراسه علميه مثبته ان القدرات البدنيه اللي احنا بندرب عليها بتاثر على القدرات العقليه. غير هيك منطقيا انت لما تلعب رياضه بتنشط الدوره الدمويه، والدماغ والخلايا الدماغيه بتتغذى على الاكسجين والسكر، على الاكسجين والسكر، فانت بتنشط الدوره الدمويه في الدماغ، فبصير في عندنا قدره للخلايا المخيه انها تشتغل بشكل افضل، بصير بدنيا بدنيا. فحكيناها في احنا بنحكي عن القدرات العقليه. طيب تطوير السمات الاراديه، حدا بيقنعني إن شيء في الرياضة بتزيد ثقة في النفس وبتزيد الصفات النفسية عند اللاعب؟ يعني شيء في واحد بصير عنده شغلات نفسية بصير عنده ثقة في نفسه. كل لا كل مقاطعة أحسن كل أحسن. إحنا بنحكي عن جانب بدني دلوقتي، مش بنحكي عن الرياضة بشكل عام. يا جماعة شو رأيكم؟ هل السمات، هل الرياضه والقدرات البدنيه بتطور عندنا القدرات الاراديه ولا لا؟ يعني انا بدي اسالكم سؤال، الشخص اللي بيقدر يجري 10 كيلو 10 كيلو هذا لو ما بيمتلك اراده بيقدر يجريها؟ لو انا ضليت اتدرب من 10 كيلو صرت اجري 15 20 25 كيلو 30 كيلو. الناس اللي بتتدرب في الماراثون اللي بصير في بيت لحم سنويا ها، تعرف انهم بتدربوا حوالي سنه سنه ونص منهم يقدروا يشاركوا في هذا. اذا انا ما بملك الاراده واللي راح تخلقها عندي هذه التدريبات لا يمكن اني اقدر اشتغل. زي يوسن بولت كان مدرب 5 سنين عشان يركض 9 ثواني 9 ثواني صحيح، فهذه بحاجه لاراده وهذا بتعزز عندي الاراده كبني ادم. يلا الله يسهل عليك. الله يسهل عليك جميعا. بالإضافة إن البني آدم اللي بيكون عنده قدرات بدنية عالية، هذه ممكن القدرات البدنية بتحسن من قوام الجسم، وقوام الجسم بيأثر على الثقة في النفس، فطبيعي جدا إن القدرات البدنية كل ما تطورت عندي إن يكون في عندي ثقة في النفس، يكون في عندي إرادة، فهي بتأثر على السمات الإرادية الموجودة عند الشخص. إحنا كلنا في عندنا نوعين من الإعداد البدني، شو هن؟ خاص وعام. أنو باسمك الثاني؟ عام وخاص. جماعة أنا لما أدرب ببلش في العام ولا في الخاص؟ في العام. في العام. لا أبدأ في الخاص. ببلش في الخاص. العام. ليش؟ ليش؟ في العام. يا جماعة اللي على الزوم فعلياً أنا لما بلش أدرب، لما بلش أدرب ببلش أدرب في العام ولا في الخاص؟ في العام. في العام. بعدين بخصص. طب العام شو يعني تدريب القدرات البدنية العامة؟ شو يعني أنواع الإعداد البدني العام؟ شو يعني؟ يشمل كل الجسم. كل الجسم. نفسي يعني نفسي يعني جميع شو؟ جماعة أنتم ميزوا، إحنا بنحكي إعداد بدني. عنصر من الخمسة. عنصر البدني. واحد من الخمسة. ما بنحكي بدني مهاري خطط نفس هذا، هذول خمسة، أخذنا واحد نحكي عن واحد اللي هو شو هو؟ البدني. قسمناه كنا شو الهدف منه؟ طيب قسمناه لاعداد بدني عام واعداد بدني خاص، شو المقصود في الاعداد البدني العام؟ تطوير المهارات البدنيه العام جميع. في حدا كتب لنا على الشات بقول لك هي فتره بنائيه،
صح، بارك الله فيك. اذا خلينا نقول هي الاجراءات اللي بيكون فيها المدرب من اجل تطوير القدرات البدنيه العامه، وهذه بتكون في جميع عناصر اللياقه البدنيه. احنا متفقين انه شو اللعبه بدها قوه، شو اللعبه بدها سرعه، شو اللعبه بدها تحمل، شو اللعبه بدها رشاقه، شو اللعبه بدها توازن، شو اللعبه بدها دقه. وين بيختلف التدريب من لعبه للعبه؟ في الاعداد الخاص. لكن في العموميات الجميع لازم يجري، الجميع لازم يكون عنده قوه، الجميع لازم يبقى عنده تحمل. اللي بيختلف ان التحمل العام غير عن الخاص. لاعب عنده مباراه بتقعد 3 ساعات مثل لاعب التنس الارضي، التحمل اللي عنده يختلف عن لاعب تنس الطاوله اللي بده يلعب نص ساعه. هان الخصوصيه اختلفت. بس انا لما اروح العام، هذا بده يتدرب قوه، هذا بده يتدرب قوه، هذا بده يتدرب سرعه، هذا بده يتدرب سرعه، هذا بده يتدرب تحمل، هذا بده يتدرب تحمل. لما انتقل للجزء الثاني من فتره الاعداد اللي هو الاعداد الخاص، هذا بصير يختلف، هذا بصير يختلف التدريب. فالاعداد بدل العام من كل الاجراءات اللي بيكون فيها المدرب من اجل تطوير القدرات البدنيه العامه عند اللاعبين من قوه وسرعه ورشاقه ومرونه وتحمل، ويجب ان يكون التدريب هان شامل لجميع عناصر اللياقه البدنيه. واضحه الفكره؟ طبعا احنا التدريب مترابط في بعض، يعني هذه النقطه الموجوده الثانيه عندنا مهمه. التدريب البدني العام هو عباره عن قاعده للخاص. احنا ليش بنعطي عام؟ عشان نقدر ندخل على الخاص، عشان نقدر نخصها. احنا كنا فتره الاعداد قديش بتمتد؟ 3 شهور تقريبا، صح؟ صح؟ صح. طب الاعداد البدني العام وخاص واعداد المنافسه، طب الاعداد البدني العام شهر. قديش مدته؟ طب الخاص؟ شهرين. طب اعداد المنافسه؟ 3 اشهر. ما هنشيل 3 اشهر. شهر. فيش شيء اسمه شهر شهر شهر. مستوى الفريق هو اللي بيحدد. اذا فريقي تعبان ومش نافع فترات الاعداد العام، بس فريقي جاهز خلاص ثلث ثلث بروح على العام، بعطيه فتره بسيطه وبدخل على الخاص. مش يصير منافسه شهر بدري، بلش الناس مباريات وديه وتشوف الفرق الاوروبيه شو بتساوي، بتروح على امريكا الجنوبيه بتلعب بطوله، بتروح على بطوله كذا، فبتلاقي الفرق الاوروبيه بتصير يشتراها في مباريات وديه. فاهمين علي؟ هذه اللي بتصير فيها. طيب شو بتميز الاعداد البدني العام؟ شو الشغلات اللي لازم نحطها في بالنا عشان نقول هذه الفتره فتره اعداد عام؟ اول شيء بيشمل جميع عناصر اللياقه البدنيه. احنا اتفقنا ان في الاعداد البدني العام ما بدي اميز، ما بدي انا الغي ولا اي عنصر لياقه بدنيه لاي لاعب. حتى لاعب السرعه بحاجه لتحمل، بحاجه لتحمل في بدايه فتره الاعداد العام، وبحاجه لسرعه عامه. طيب النقطه الثانيه التدرج في الارتقاء. احنا شو اتفقنا؟ كنا المدرب لازم ياخذ بعين الاعتبار عمليه التدرج في التدريب كمبدا من بدء التدريب، انك انت جاي مرتاح، انا لاعب عندي جاي مرتاح وبدي ابلش ادرب فيه بالمنطق بدون لا حدا يقول لي ولا اقول له، شو لازم ابلش معه؟ من السهل للصعب، تدرج. ببلش اطلع في الحمل شوي شوي. فمبدا التدرج في التدريب مهم جدا. بقدر ابلش فيه في فتره اني ابلش في الاعداد البدني العام في الشغلات السهله، وبغلش شوي شوي اطلع في الحمل. فالتدرج في الارتقاء بدرجه الحمل في المستوى في هذه الفتره لازم يكون ايش؟ بدقه، لان بلاش اللاعبين، احنا كلنا من الشغلات اللي بتاثر على اللاعبين وبتعمل الهم اوفرلود اللي هو الحمل الزائد، عشان نربط شغلش ببعضها، اللي هو شو؟ الارتفاع المفاجئ للحمل. ما بصير ان انا جاي لاعب من استراحه واعطيه حمل عالي، لازم منطقيا بدون ما اقرا كتب ولا شيء، انا بالمنطق بتحكي، بالمنطق بقول ما بصير ان انا ابلش في حمل عالي مع اللاعب، ما بصير، ابلش معه شوي شوي. النقطه اللي بعدها الشده. شو لازم تكون في هذه الفتره؟ والحجم. بالعكس. أنا أعرف في فترة الإعداد العام الشدة ولا الحجم؟ شدة. الحجم. الحجم. شدة. إذا رفعنا الشدة كل الحجم، أنا إحنا شو بنعطي كذي؟ في مستوى عالي. بقدرش أعطي الشدة عالية. فأنا شو بتعطي؟ بتعطي شدة منخفضة مع تكرارات عالية. مع تكرارات.
انت كنت مفضله؟ حق. بجوز اذا الشده في هذه الفتره هذه شو الشده قليله والحجم كبير، يعني لاحظوا اذا انا مدرب ما فهمتش هذا الحكي ممكن اخرب، ان انا فتره الاعداد العام اجي ابلش معاه في الشدد عاليه واعطيه اذا انا دخلت بديش افهم ان انا لازم اعطي جميع عناصر اللياقه البدنيه للاعب، معناها مش قاعد بشتغل صح. عشان هيك يا جماعه ما بزبط ادرب بدون ما يكون في عندي قاعده علميه، مزبوط الشغل في الملعب بس هذا الشغل في الملعب هو مبني على اسس نظريه نظرية علمية، إذا أنت ما عندك هذه الأفكار وما عندك فهم لعملية التدريب راح يكون العمل عشوائي. عشان هيك بنكون بنشتغل في الورشة في البطولة، بنكون تشتغل في الورشة مع مع بليطة اثنين نشتغل شو سنجل لما أنت بتشتغل، طب العضلة بتشتغل، العضلة بتشتغل بس ليش بتستفيد شيء؟ لأنه فيش أسس علمية، فيش تكرارات صح، فيش عندك استراحه صح، بس بتشتغل العضله. بس هل راح تلاقي واحد بيشتغل في الورشه بسوي جسم وراح راح سبع عضلات انسى بس بده مجدود الواحد، ما انا اشتغل بك تروح الواحد بشتشت اذا بده حدا يفتشتش بدك صار مكوس. فانت بحاجه ايش؟ انك انت يكون التدريب مبني على اسس علميه، الشدد صح، التكرارات صح، الاحجام صح، انك تبلش بالتدرج وانك يعمل تعمل عمليه استشفاء بين الجولات. هذا الشيء اللي بيختلف عن الجهد العشوائي. عشان هيك احنا اغلب لعيب مدربينا في بلادنا لانه ما في، يعني بصراحه تشيل المنظومه خربانه، فبلش المدرب تشيل المنظومه خربانه، فيش عندك موسم ماشي مش صح، فيش عندك بدايه موسم نهايه موسم، فيش عندك ملاعب محجوزه بشكل صح، فيش عندك امكانيه، فبتضطر مرات انك تشتغل ايش بشكل بس اقل تقدير. الخطوط العريضه ما تفلتهاش، تفلتهاش الخطوط العريضه، إن ما تعرف كيف تتعامل مع الشدة والحجم والكثافة، إنك ما تعرف تعطي فترات استقاء، إنك ما تعرف تطبق مواد التدريب، إنك ما تعرف اللاعب جيك متعب لازم تعرف تعطيه فترة راحة صحيحة. هذه الأمور لازم تحط في بالنا ونعرف كيف نتعامل معها. التمرينات اللي بتنعمل في فترة الإعداد العام هي تمرينات غير متخصصة، يعني لاعب سباح قاعد بيجري في الحارة احنا بنعطيه تمرينات تحمل، طب ليه؟ ما هو ماليش في اللعبه، لانها فتره اعداد عام. فتره اعداد عام، لما انا باجي العب كره القدم وبقول له روح يعني جيك 5 كيلو، طب شو استفاد هو كلعبه تخصصيه؟ كلعبه تخصصيه، هو اعداد عام. ما إلى في خصوصيه، لما انا بدي اعطيه اعداد خاص بده يشتغل ضمن المنظومه اللي بده يشتغل فيها في داخل الملعب. هذا بنسميه اعداد خاص. اما التمرينات اللي بنستخدمها في فترة الإعداد العام فهي ما لهاش علاقة في التخصص، ما لهاش علاقة في التخصص. ليس هناك فواصل واضح بين فترة الإعداد العام والخاص، يعني ما بحدا بيجي بيقول لك اليوم اثنين بدي بلش إعداد خاص. أنت بتدخل إيش؟ إعداد عام، بتبلش تدخل بالتدريج للإعداد الخاص، بس بتيجي تقول اليوم إعداد عام هوب اقطع يلا بنبلش إعداد خاص. لا، بنبلش ندخل شوي شوي على الموسم عشان بصير بلش في بداية الموسم الشدة عالية، الحجم عالي والشدة بعدين شو بصير؟ بصير يعني هي الكلام كله، هاي الحجم هي اللي ببلش بصير شو ينزل والعكس بصير هذيك تطلع بالعكس، يعني بقدر ماشيات عكس بعض شكل الثمانية، هذه بتصير تطلع وتنزل، هذه بتصير تنزل فبصير عكسية. فأنت ما في عندك إشي اسمه حد فاصل بين الإعداد العام والإعداد الخاص. طيب الاعداد البدني الخاص شو المقصود فيه يا جماعه؟ حسب الرياضه شو يعني؟ حسب شو يعني؟ اني بركز على عنصر واحد من عناصر اللياقه البدنيه. ايش ما فهمتش؟ مثلا عندي يعني عندي سرعه مثلا بس بعطي عنصر اللياقه البدنيه السرعه، مثلا عندي تحمل بركز بس على التحمل. حلو. اذا هذا ايش؟ يعني بس على عنصر لياقه واحد مش 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 واحد. لا 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 حكيت انت بديت صح وبعدين رحت، انت رحت على لاعب العداء، لاعب العداء بهمه التمرينات اللا اكسجينيه والسرعه، حكيت التركيز بده يكون بهذا الاتجاه. بالضبط هذا الاتجاه، بمعنى ان الاجراءات اللي بكون فيها المدرب من اجل تطوير عناصر اللياقه البدنيه الخاصه في اللعبه. طب شو الخصوصيه تبعت اللعبه؟ المهارات خصوصيه، الاتجاه الحركي خصوصيه، اتفقنا عليها الحكي في مبدا الخصوصيه، المساحات اللي بيلعب فيها اللاعب خصوصيه، نوع انتاج الطاقه خصوصيه، الزمن المباراه خصوصيه،
فخصوصية اللعبة هي اللي بتحدد لي شو الإعداد البدني الخاص. إذا هذا التركيز بيكون إيش؟ على الصفات البدنية الخاصة في اللعبة التخصصية. شو اللعبة التخصصية تبعتي؟ بروح بدرسها. أنا بدرب كرة قدم، مساحة الملعب اللي بلعب فيه لاعب 110 متر في 70 ل 90 متر، هذه المساحات بتعطيني إيش؟ إنه اللاعب بده يروح بأقصى سرعة ويرجع، المباراة تبعته 90 دقيقة، فأنا بدي أروح على المنظومة اللي بيشتغل فيها هذا اللاعب، شو المهارات المطلوبة منه؟ شو المساحات اللي بتجي فيها؟ قديش مدة المباراة؟ شو الحركات اللي لازم يكون فيها؟ هذا التخصص، عشان لما أدخل لاعب كرة القدم ولا كرة الطائرة على الجيم مش أتدرب حديد، أنا ما بدي أطلع أبو كمال أجسام، أنا بدي أدربه بالاتجاه اللي بيشتغل فيه، بالاتجاه اللي بيشتغل فيه. لاعب كرة طارة بدخله بمسجه هالكابل بضلنا كله، ليش؟ حركة الهجوم. فأنا اتجاه حركة الهجوم هو اللي أعطاني هذا الحركة اللي بدي أقوي عضلة اللي هي ترايسبس. أنا من غير اسمها هسه. فأنا بشتغل في الاتجاه الحركي للعضلة. لاعب كرة طارة بنزله على نص نزله بخليه يطلع في رجليه وبخليه يطلع على هذول الكعبين يرفعهم على الارض، اتجاه الحركه. انا ما بدي اسوي كمال اجسام ولا بدي اسوي لك عضلات، انا بدي انمي العضلات العامله في اللعبه. فعشان هيك لازم يكون اتجاه الحركه، اتجاه العمل العضلي بالاتجاه اللي في اللعبه. بدي اشوف شو هذا اللعبه التخصصيه اللي بدي اياها. هي خاصه بكل لاعب برضه؟ لا، هذا الفروق الفرديه دخلت. ممكن انا لما ادرب وراه غير عن ادربك انت، ليش؟ انت بجوز تدخل تتدرب نفس التمرين بس الشده تبعتك تختلف. هذا خصوصيه، عشان هيك نحن مبادئ التدريب يتم تطبيقها في نفس الوحده التدريبيه. انت بتطبق التدرج، بتطبق التموج، بتطبق خصوصيه فرديه، بتطبق خصوصيه، وبتطبق اللي هو رفع الحمل لاقصى حد منها، وبتطبق مبدا التدوير لانك انت بتاخذ الوحده التدريبيه. فانت مبادئ التدريب مش مجرد حفظ، انت في التمرين بدك تطبقهم. هن عباره عن قواعد مكتوبه، بس هذه القواعد المكتوبه انت بدك تطبقها داخل الوحده التدريبيه. فانت لازم تفهم شو يعني خصوصيه، شو يعني فروق فرديه، شو يعني مبدا التدرج، شو يعني مبدا التموج، عشان تقدر تتعامل معها. يصير تقول ان عمليه التدريب هي عمليه مبنيه على اسس علميه، ولا شو يعني اسس علميه؟ انها مكتوبه في الكتب؟ لا، هذا اللي في الكتب والقواعد انا بدي اطبقها في داخل الملعب. ماشي؟ طيب شو الخصائص اللي بتميز فيها الإعداد البدني الخاص؟ الإعداد البدني الخاص فيه له خصائص. شو الخصائص اللي بتميز فيها؟ شو رأيك؟ التركيز على المهارات الخاصة باللعبة، التركيز على المهارات. احنا على فكرة دلوقتي انتوا حد لا تخلطوا يا شيماء بين ان احنا نحكي عن إعداد بدني وانتوا بتحكوا اعداد مهاري. ايوه، انتوا افهموا شو اللي بحكي فيه. احنا كده نحكي عن الجانب البدني، ان احنا لحد الان في عندنا اعداد بدني عام. بدني يعني قوه، سرعه، رشاقه، مرونه، تحمل، دقه، توازن. شده اعلى، الشده بتكون اعلى من ايش؟ من الحجم. اذا احنا كنا في فتره الاعداد العام مثل ما بكت الحجم اعلى في فتره الاعداد العام والشده اقل. حكيت لما دخلنا شو ليش منطقي؟ ليش؟ انك انت بدك تبذل جهد عالي للمكان المخصص اللي انت بدك تشتغل فيه. انت بدك تشتغل سرعه للاعب كره طاره بيشتغل في 9 متر، بده يطلع باقصى سرعه رايح جاي. بس قبل بكت اعطيه سرعه شو؟ اجري 100 متر. اجري 100 متر، شو اللي في 100 متر لاعب كره طاره؟ هذه سرعه عامه. بس انا دخلت في الخصوصيه في المسافات اللي بده يتحرك فيها، فصارت السرعه خاصه. السرعه شو بدها تكون؟ اقصى قدره عند اللاعب، الشده بدها ترتفع، والا ما بقدر انمي بدون ما تكون الشده عاليه. ما بقدر، لازم تكون الشده عاليه عشان مبدا الخصوصيه. شو اخرى ممكن؟ طول الفتره في الاعداد العام الاعداد الخاص منطقيا، منطقيا فتره الاعداد الخاص لازم تكون لعبتين. ده اطول، مش بس بتختلف اطول. بس شو قصدك في الفتره؟ الفتره الزمنيه لايش؟ للاعداد الخاص. الفترة الزمنية لفترة الإعداد الخاص لازم تكون أطول، صحيح. طيب الإعداد البدني الخاص مبني على تطوير الإعداد البدني العام، هذه نقطة لازم تحطها في بالك. أنا بدرب عام بعدين بدرب خاص، ما بقدرش أدرب خاص بدون ما أدرب عام، وإلا بدخل لاعبين في إيش؟ شو الخطورة هون؟ الإصابات.
تصير اصابات لانك تتحرك في شدد عاليه اذا انت بلشت في الاعداد الخاصه. لكل رياضه طبيعتها في الاداء الحركي، هذه يا جماعه حطوها في بالكم. روح ادرس اللعبه، شو الحركات اللي بتنقام فيها عشان لما اروح ادرب خصوصيه افهم شو مش العناصر. انا بحكي مش عناصر، الاتجاه الحركي، الاتجاه الحركي. هاي لاعب كره السله بيلعب الطابه بهذا الشكل، لازم في تمارين للاعب في الحبال المطاطيه انك تاخذه ويشتغل بهذا الشكل عشان تقوي هذه المنطقه. وانا شو بدي في المناطق الثانيه؟ لازم انا لو لاعب القله مثلا، هل كنت لاعبين كره الطاره ولاعبين السله، بنحط له مطاطه في الارض، بنربطهم في الارض الثنتين، بنربطها على خصره، بصير ينزل ويطلع، ينزل ويطلع. بس ليش بتنزل وبيطلع؟ بالحركه اللي بده يكون فيها في لحظه الهجوم. فانت التحليل الحركي للمهارات هو اللي بحدد لك شو الجوانب البدنيه دي. لانه لازم يكون الاتجاه الحركه اللي بتشتغل فيه ما بزبطش. انا ادرب في جهه وحركاتها في جهه، شو استفاد اللاعب؟ فالاتجاه الحركي مهم، الاداء الحركي مهم للاعب. التدرج في الانتقال من الاعداد البدني الخاص، احنا كنا شو؟ ندخل في الخصوصيه بدون ما نعرف، ما فيش حدا بيجي بيقول لك انا بدي ادرب اليوم سبت اثنين اربعة على اعداد عام، ثلاث اربع خميس تدرب على الاعداد الخاص، فيش. بس انت بتنتقل بالتدريج بين الاعداد البدني العام للاعداد البدني الخاص. الزمن المخصص للاعداد البدني العام مثل ما قالنا صهيب هون، قالنا الزمن المخصص للاعداد البدني الخاص اطول من الزمن الاعداد البدني الخاص. احنا كنا احنا عندنا 3 شهور فترات اعداد داخل خاص اطول، خاص اطول. اهم حكاك هذا ابو سيد كمان. فاحنا عندنا 3 شهور اعداد، اعداد بنقسمهم عام خاص منافسه، صح؟ الاعداد الخاص لازم ياخذ فتره اطول، لازم ياخذ فتره اطول. وكلنا اللي بيحدد الفتره شو هو؟ مستوى الفريق. اذا مستوى الفريق جاهز اصلا بعطيش فتره اعداد عام طويله، يعني بدخل على الخصوصيه بعد اسبوع اسبوعين بس، يعني ما بعطي اصلا الفتره هذه، لان في النهايه هدفي ايش؟ اطور اللي هو الاحمال التدريبيه في هذه الفتره بتتميز في ايش؟ التدرج عالي، الشدة بلشت ترتفع لأنها خصوصية، خصوصية بدها أعلي. التدريب في هذه المطرة بتميز في شغلة واحدة، بقول لك بنتقل من الكم للنوع ومن الحجم للشدة. شو يعمل الكم للنوع؟ إحنا كبل بكينا إجي، مش مشكلة إجي، بس حكيت شو بده يصير؟ لأن نوع التمرين اللي أنا بفيدني في اللعبة، فانتقلت من كمية تدريبات قوة وسرعة عشان هي التدريب الدائري وأنت بتستخدمه. دائري المحطات، المحطات لما انا احط محطتين ثلاثة أربعة خمسة، انا امشي سريع، انا اشيل وزن، هان كذا هان كذا، شو هذا؟ اللي هو الشد عام لانك انت اعطيت جميع العضلات، جميع عناصر اللياقه البدنيه. انا مش قلت لكم شو المهم، اذا تشي نحكي افهموا شو بحكي لكم. قلت المهم نفهم الفترات اللي في الموسم، لان طرق التدريب راح تختلف من فتره لفتره. طرق التدريب حكيت انا لما باجي على الملعب بحط لك 10 محطات وبقول لك اشتغل فيك، بعدين بسفر لك وقت. واحد بيشتغل كله، واحد بيشتغل سرعه، واحد بيشتغل رشاقه، واحد بيشتغل تحمل، واحد بيشتغل كذا، واحد بيشتغل عضلات البطن، واحد بيشتغل عضلات الظهر، واحد بيشتغل شو انا بشتغل قاعد؟ قاعد بشتغل على جميع اجهزه الجسم، قاعد بشتغل على شو اخرى؟ صوت مقطع عند شبه يا جماعة؟ لا صوت مقطع؟ لا طيب إذن عندنا طيب إذن 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 لازم أفهم فترة الإعداد لعملها بتنتقل بعد ما تم في الكمية التمرينات اللي بعطيها، لأن لازم تكون شاملة. لما أنتقل للخصوصية بدي أصير أدور على نوعية اللي انا اطور القوه الانفجاريه، اطور القوه المميزه بالسرعه، اطور سرعه رد الفعل، اطور شو يعني الشغلات اللي عندي في اللعبه. وهنا انتقلنا من الاحجام اللي بكت عاليه لايش؟ لشده عاليه وحجم قليل. واضحه الفكره يا جماعه؟ لهلا تمام كويس.
طيب بحر على الجدول اللي قدامنا. شوف احنا لما نقسم الموسم كامل، الفترة الأولى أولا فترة الإعداد، هذه فترة الإعداد نقسمها لثلاث أقسام، واحد اثنين ثلاث. الفترة الأولى اللي هي فترة الإعداد العام بسموها بناء أسس التكيف، الفترة الثانية التدريب التخصصي، والفترة الثالثة اللي هي المنافسة. إحنا ما بنحكي عن فترة الإعداد لحد الآن. طيب لاحظوا البدني العام والبدني الخاص، لاحظوا الفرق بينهم. في فترة الفترة الأولى كان عندي 80-90% شو؟ إعداد عام. إعداد عام كديش الخاص بكفيل؟ 20 يا دوب 25%. الفترة الثانية فترة تخصصية اللي هي فترة الإعداد الخاص، صار في عندي الإعداد العام وصل من 30-35%، بينما الإعداد الخاص صار 70% تقريبا أو من 60-65. فترة المنافسة لما أنا أشوف قربت على البطولة، فترة إعداد للمنافسة، شو صار عندي العام؟ صار عندي 30%. شو صار عندي الخاص؟ 80%. في المنافسة لأن أنا شو عندي؟ بهتم بالخصوصية. كداش إعداد بدن الخاص؟ 90% وصل. 90% شو يعني؟ شدة التدريب فترة المنافسة شو عالية جدا. عالية. لما نقعد نناقش في النص شدة التدريب فترة المنافسة عالية، شو بده يلعب؟ الفترة الانتقالية بنروح على العموميات. ماشي؟ احنا ديروا بالكم. انتبهوا لشغلة واحدة. التقسيمات اللي قدامنا تقسيمات شو؟ بدنية. بس بس ما كلناش قديش نسبة المهارة في الشطرنج، قديش نسبة الخطط. مش هالكيف واحد يجي كل ما نصل للموسم كامل سكر ما تكتلنا 90% عام. في 90% عام من ايش؟ من البدني. البدني لنا نسبة، نسبة البدني نسبة العام منا 90% نسبة من البدني. لو جينا كلنا في الموسم في فترة الإعداد العام بدي أنا أعطي 90% 80% عام 10% مهاري 10% خططي، فالتسعين في المية بعتبرها 100% للبدني، وباخذ منها كديش؟ 90% للعام وعشرة في المية للخاص. فاهمينها كيف هذا؟ فاهمينها؟ أنا عندي في الموسم جيت حطيت في بداية الموسم أول شهر أول أسبوع أنا لازم يكون نسبة التدريب البدني عندي 80% والمهاري 10% والخطط 10%. مستحيل ما أعطيش بدل مهاري، يعني لاعب جيد بتعطي مهاري نسبة بس قليلة. شو بسأل؟ الـ90% 80% البدني هذا بالنسبة لي بدني، شو نسميهن؟ 100% 100% بسميهن البدني 100%. عشان لازم في شو اسمه لوحة يكتب الجد هذا 80%. طيب انسى انا وين الجول؟ عارف لكم مكتوب تحت فوق ودي فرق بودكاست. انتبهوا علي، انتبهوا علي. انا اليوم عندي تدريب، اليوم التدريب عندي في فتره الاعداد العام. رحت على الجدول تبعي لقيت في الجدول 80% بدني 90 في 10% مهاري 10% خطر في طيب فاهمين انتوا اللي قاعدين جوا ولا قاعدين؟ طيب انا اليوم عندي التدريب ساعتين. الساعتين شلنا 100% من التدريب. هذول الساعتين بدي اقسمهم عشان افهم كيف ادرب. انا كيف بدي ادرب اليوم؟ كيف بدي اعرف؟ مو شوف مدرب بيجي بدرب، ليش بتعطيني نص ساعه بدني؟ من الخطة السنوية، مش كده التدريب مبدأ تدوير. الخطة السنوية بتقول لي إن البدني هان اليوم 80%، فبدي أضرب 80% في 120 دقيقة، مش 120 دقيقة هم الساعتين، أضربها في 120 دقيقة بيطلع عندك كديش دقيقة بتعطي بدني. أضرب ماشي واضح بس ها فاهمين عايش بحكي أنتوا اللي ها فاهمين. فأنا الساعتين هبول أخذت منه كديش زمن معين. ساعة 96 شو؟ دقيقة. 96 دقيقة هذول جميعهم بدني، بدي أعتبرهم 100% للبدني.
هل كانت الباقي 10% 10% بدهم يروحوا وين؟ مهارب خبرة. واضح؟ هل كانت تمام؟ هل كانت تعرف كيف تدرب؟ لما تروح تدرب تعرف ليش اليوم بدي اعطي نص ساعة بدني؟ هل كانت ال 80 دقيقة 96 دقيقة اللي اعطيتني اياها؟ ايوه بقسمها للجدول اللي قدامي، شايفين الجدول اللي قدامي اللي هي 90% منهم بدي اروحها 10% بضرب 90% في 96 بيطلع عندي زمن، الزمن هذا راح اعطيه للعام والزمن المتبقي بعطيه للعام 70 72. عرفت كيف تتقسم لك 90 ولا 96؟ 96 انت كنت 96 86.4 86 هذول عام وال10 دقائق اللي ضليت هذول خاص. فهمت كيف الوحده التدريبيه بتتكسر؟ ومش مهم انها جابت الوحده التدريبيه بدعت بدعت هي هي، انت لازم في الوحده التدريبيه، هذا علمني اياها الدكتور في مصر لما كتبت له الوحده التدريبيه، قال لي اي كلام؟ بقول له كيف يعني اي كلام؟ قال لي انت لازم في التمرين تبدأ عارف من بدايه السنه، من بدايه السنه قديش بدك تعطي بدني، قديش بدك تعطي مهاري بالساعه وبالدقيق. قال لي تعال علمني اياه. يعني انا درست هون ماجستير واخذت دورات تدريب، ما حدا فهم ولا عمري عرفت، بس انا صرت افهم كيف انت بدك تعطي في الوحده التدريبيه هالكذا هالكذا. مش حسيت انه الاعداد الخاص بفتره الزمنيه اطول من انا بدي 90% اجي اطبقها في الملعب. شو يعني 90%؟ بدي اعرف كيف يعني انه كثير ناس تفهم 90% 90%. طب شو 90%؟ كيف انت جوا الملعب؟ اقول لك فيش مدرب في بدايه السنه واخر السنه في فلسطين انا براهن وبعطي هذا الشغل، بعطيها في جوا الملعب. ليش؟ بمسك لك لعيبه بدهم يلعبوا بدهم يمشوطوا، فبتلاقيه بيدخل على القصه مع انه هو بيعرف ان اعداد عام واعداد خاص واعداد منافسه، بس هذا 90% ما بنعرف نطبقها. اعداد اليوم واحد كثير، اعداد اليوم الواحد. انا بحكي عن انا بقدر اخذ الحصه التدريبيه تبعتي من السنه، لان كل اسبوع راح تساوي خطه تدريبيه، كل اسبوع الخطه التدريبيه بتكون من اشهر والاسر تكون اسابيع والنسب بتكون موجوده عليها. فانت لما تساوي هذه الخطه بعدين بتروح بتساوي خطه لثلاث شهور اللي هي فتره الاعداد، بعدين بتروح بتساوي خطه لشهر اللي هي اعداد عام، وبعدين اسابيع بتقسم. هي بتقدر بس الاسبوع تبعك منين اخذتها؟ من الشهر. الشهر منين اخذتها؟ من الثلاث شهور. ثلاث شهور منين اخذتها؟ من الموسم. فانت فعليا مبدا التدوير تطبق في ان الوحده التدريبيه اخذتها من الاسبوع، اخذت الاسبوع من خطه الشهر، خطه الشهر اخذتها من خطه ثلاث شهور تبعت فتره الجزئيه من الموسم، فتره ثلاث شهور تبعتها من الموسم في مبدا تدوير. واضح الفكره يا جماعه؟ فاهمين انتم اللي على زوم ولا كانوا تخرفوا ابسط الشرط؟ فاهمين ايش؟ طيب ندخل على موضوع ثاني. احنا كنا أول جزء الإعداد الشامل للاعب من إيش بتكون؟ بالسرعة بدني؟ الإعداد الشامل يا جماعة افهموا، شامل لما نبدأ اللاعب شامل بدني احفظوه بالترتيب، بدني مهاري خططي مهاري في نفسه أو نفسي، لأن هذول بيجيب الإعداد المهاري أو الفني أو التكتيك. شو المقصود فيه؟ مهاري الإعداد البدني. آه مهاري مهاري آسف أنا صرت أخرب اللي هي الإجراءات اللي أنا بدي أكون فيها كمدرب من أجل تطوير المهارات الخاصة في اللعبة. أنا رايح ألعب أدرب كرة قدم، بدي لاعب يتمرن تماس، بدي يراوغ، بدي يعطي باص، بدي يعطي باط القدم، بدي يكتم الكرة، بدي يكتم الكرة في الفخذ، بدي في الصدر، بدي يضرب ضربة الرأس، مهارات بدي أجمع هالمهارات اللي عندي وأحطهم في الخطة. قديش أنا بدي أدرب لما عندي في خطة في خطة للسنة قديش نسب المهارات في اللعبة؟ في نسب للمهارات في اللعبة، هذا في الخطة بنحط. الخطة اللي بده يصير مدرب بده يفهم، التدريب علم، التدريب مش هبل. تدريب الخطة التدريبية شايفين هذا الأفكار؟ بس 11 خطة تدريبية. إذا الإعداد المهاري إنك أنت تكون ب
تطوير اللاعب في المهارات الخاصة في اللعب. مراحل الأداء المهني كثير هني ما بقدر أعطي شو نسب قصدك؟ في لها نسب، في نسب للأداء المهني في كل فترة. مراحل الأداء المهني، طبعا الأداء المهني عشان تجي بشكل عام في بداية الموسم ببلش بنسبة قليلة، بلش تطلع تطلع تطلع. طبعا اللي بكل مقابلها احنا بنبلش في الموسم شو العالي؟ البدني. بصير البدني ينزل مقابله شو يطلع؟ المهاري والخبره الخاص. لما ندخل على الخاص، على الخاص بصير البدني الخاص متوازي مع الاعداد البدني والمهاري. طب لما ندخل في الموسم شو بصير عندنا؟ عندنا المهاري والخبره. خططي على ايش؟ المهاري، خططي والمهاري. ما فاهمين علي؟ اذا احنا بدايه الموسم بنبلش في على ايش؟ شو بدني، بلوش تخرب شو بدني، أداة بدني. بعدين بنصير ننزل 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 مقابل شو بصير يطلع؟ المهاري والخطط بالسعر الكريم. لما ندخل على المنافسة بصير الخطط يطلع وهذاك ينزل. منطقيا منطقيا انت في المنافسة شو بدك؟ مهارة وخطة وتحافظ على البدن، وتحافظ على البدن. بس انت في البداية بدك القاعدة اللي بدك تطلع عليها، بدي أساسات بعدين الأساسات البدني، الحيطان هي المهاري والخطط. إذا فيش أساس فيش حيطان، فيش حيطان بهند. شو مراحل الإعداد المهاري؟ أول مرحلة بكل مرحلة التعلم الحركي اللي هي الأساسي. يعني أنت في البداية لما تبلش تتدرب بتكون تدريباتك شو مالها؟ متعبة. لما المهارة، لما أنت تيجي مثلا أقول للاعب تعال أصابع مع الحد تمرين معنا، يقول هذا يذبحني صح؟ لما تقول مثلا في السباحه طيح سباح، بقول لك بيعبي البرشه تشيل البرشه بتطلع برا. ليش؟ ليش؟ لا ليش؟ ما خدش المهارات. شو يعني؟ تطبيق. في شيء في علم في الفسيولوجيا في شغله بسموها عمليات الاستثاره والكف. شو يعني؟ كيف الجهاز العصبي، الجهاز العصبي المركزي شو بيساوي عندنا؟ دكتور بضل يطلعني من المعطب. طب خليش برا. في شيء في الفسيولوجيا كلها ان انا لما تشتغل العضله بحاجه لايش؟ استثاره صح؟ استثاره عصبيه صح؟ انا اللي بعطي الاستثاره العصبيه العضله. جهاز عصبي يا زلمه، جهاز عصبي. حكيت انت مجرد ما اعطيت الاستثارة معناها اشتغلت. حكيت في فترة التعليم البدائية لما نبلش نتعلم مهارة بيقطع لنا ايش؟ عمليات الاستثارة شو؟ عالية والإشارات العصبية اللي بتعطي للعضلة توقف ما تشتغلش مقابل ما العضلة الفلانية تشتغل كل ما لهرته، فبصير في عندي استثارة عالية في جميع العضلات. عشان هيك أنا لما بدي أروح ألعب كرة سلة وأنا بعرف ألعب بتلاقيني بمسك كل طابة في كل جسمي برميها، بينما لاعب كرة السلة بتلاقيني بسلاسة برميها صح؟ بتلاقيني تسمعني بتقول ليش؟ قاعد بشيء حلو بشيء جميل. ليش؟ هذه المرحلة الأولى في عندي عمليات استثارة عالية. أنا أشهر مثال بجيبها في هذا السباح، لما تروح تسبح تغدد خابط مخابط وما بتصل آخر بيرتش بالعرض اللي أنت جسمك ليش تعبت؟ مش عارف ايش عندك لياقه، لانك انت بشكل شنو الجسم؟ انت بشكل شنو الجسم؟ بينما الدكتور وليد لما ينزل يسبح بتلاقيه بيسبح بهدوء وشوي شوي بروح اخذ بيرش وبرد يرجع. ليش؟ لانه بشكل مش هو لانه بشكل العضلات الصح، عمليات الاستثاره جاهزه للنقاط المهمه جدا، وعمليات الكف موقفه العضلات اللي مش لازم تشتغل. الكف في عندنا عمليات استثاره وعمليات كف. انت عمليه استثاره بتكون العضله اشتغل، عملية الكف بتكون العضلة وقف. ايش عملية؟ كان ستوب وقف يا عضلة تشتغليش. انت لما تكون سباح جديد استثارة على عمليات الاستثارة عالية، وعمليات الكف اللي بتوقف هذه الاستثارة العضلات اللي مش لازم تشتغل قليل باختصار. فاحنا مع الوقت بصير في عندنا بندخل في المرحلة الثانية من التعليم اللي هي مرحلة اللي هي اتقان المهارة، بس لحد الان ما وصلناش لايش؟ للانسيابيه اللي بدنا نوصلها في اخر شيء.
اللي وانت مغمض بتجيب الطابه قبل ما يلعب اللاعب بتروح في الريشه بتطولها وانت بسلاسه في جماليه في الحركه صح. ليش؟ لانك وصلت لمرحله اعلى مع شيء بتشوف لما رافي يلعب مع الدكتور وليد شو بصير فيه؟ انا بتعب ومش تعبان انا ليش؟ هو بيعرف بسهوله يلعب المهاره انا ببذل جهد عالي تلعب المهاره لانه هو متمرس في اللعبه وصل انسيابيه في المهاره. اعطيني الشاحن بسرعه كمان هكذا احنا بحاجه ان نلعب فتره طويله ونكرر. ليش بيقول دائما؟ يعني احد المدربين في الـ NBA شو بيقول؟ يقول لازم اللاعب عندي يصوب في التمرين 500 كره رميه حره 500 التكرار بعلم الشطه. فيش حدا ممكن يصير عنده دقه عاليه بدون تكرار. عشان هيك المهاره كرر كرر كرر. اللعب الجماعي يا جماعه بسويش لعيب. يعني انت كمدرب مستقبلي تركزش ان الفريق يلعبوا ضد بعض فريقين، ليش؟ لانه بصير هدف الفوز والخساره. بس انا لما اجي اكون لاعب بيطلع هاجم الكره الطارئه، اطلع هاجم نص ساعه وهو يهاجم، هدفه يطور المهاره مش هدفه يجيب نقطه. لما يصير هدفه يجيب نقطه بصير نرفع بس لبراء عشان نجيب نقطه. ثاني شيء بصير براء خايف انه يخسر النقطه، بس بينما اجي ارمي له في هالكره هاجم 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 هاجم، شو بصير عند المخ؟ ايش؟ انا بدي اطور المهاره، بدي اطور المهاره بس. فتكرار المهاره هو اللي بوصل للغاليه. قديش انت بتكلم، قديش انت بتمارس اللعبه. عشان هيك بتلاقي في مدربين بقول لك يوميا بتدربوا اللاعبين عندك قديش 6 7 ساعات في اليوم بين فترات صباحيه ومسائيه. ماشي، هذا بالنسبه للاعداد المهاري. شو الهدف من الاعداد المهاري؟ طبعا الوصول لاداء ثبات غير المدرب. يعني انا بدي اللاعب في اي فتره لما احتاج الباص. امبارح بحكي في مباراه بين فريق الاهلي والفريق البرازيلي في كاس العالم للانديه، لاحظت ان الفريق الاهلي مش قاعد بعطي الباص صح، مش قاعد يمرر صح، بنفرد في الحارس مش قادر يجيب هدف. ليش؟ انا بديش تذبذب في المستوى. هذا اللي بنسميه الفورما ان اللاعب يعطيك مستوى طول الموسم. احنا اللاعب اللي هو مسار الفورم، فبتلاقي اللاعب اليوم بعطيك احسن مستوى بعدين ما بعطيكش محتوى. ما فيش هذا فورما، ما وصلش للاداء الثابت. فانا هدفي من التدريب المهاري ان في النهايه لما انا بروح العب تنس طاوله وبلعب برسال الكات ان انا اعرف بالضبط وين اجيبه. ولما انا عارف هذا اللاعب نقطه ضعفه في الطابه القصيره اعطيه وين تعطيه طابه قصيره وين تعطيه طابه طويله. فانا بحاجه ايش؟ ان يكون في عندي اداء ثابت في المهاره. لما العب طابه سبين في تنس الطاوله عارف ان انا مش بتحذر قاعد، ان والله بجوز تيجي بجوز ما تيجي، اذا نسبه النجاح تكون عاليه جدا حتى اكون لاعب وصل لمهاره عارف. فانا هدفي من الاعداد المهاري وتكرار المهارات طول الموسم من شان اصل لثبات في الاداء مستوى عالي. لان اذا ما عندي مهاره ما عندي خطه. والله بنلعب الهجمات المرتده واللاعب شو ما يعطي باص بعطيه للخصم، شو ما يعطي باص بعطيه طويل اللي هي قاطعه واصله اخر بيت، شو استفدنا؟ فبدي ثبات في الاداء المهاري. هذا نقطه مهمه. امبارح حكيت عن الكيت هذه اللي بتحكي عنها. فريق مثل الاهلي المصري امبارح بيلعب قدام فريق برازيلي، اعطاه حجم زياده عن اللزوم بصراحه. فريق البرازيلي فريق متواضع جدا، لعبوا طول المباراة نص ملعب دفاع مرر بقى شو. فريق لما هاجم الفريق الاهلي طلع ان الفريق تقدر تجري وتفوز على اخره. خسروا للاسف لان ضيعوا المباراة وهم لاعبين ورا ولاعبين ورا مش قادرين يدخل. فانت بدك تعطيني المهارة وانت مش وانا مرتاح. اي حدا بعطيك وانا مرتاح، انا بدي تعطيني مهارة في المنافسة، بدي تعطيني مهارة في الهجوم، في لما يبدأ عندك جمهور، لما يبدأ في عندك تسليط إعلامي، لما تبدأ خسران، لما تبدأ خسران بدي، أنا بديش وأنت مرتاح تجيب لي هدف. يعني من ضمن الشغلات اللي في تعليق على هلا بقول لك في المباريات الحاسمة ما جابش ولا هدف في المباريات الحاسمة في أبطال أوروبا مثلا في دور الثمانية دور الأربعة والمباراة النهائية ما جابش ولا هدف. فكان في تعليق عليه إن أنت مش قاعد تعطيني، انا ما بدي اياك. احنا فايزين شل بلعب معنويا الجميع مرتفع، بس وين يصير الضغط اعلى وبحاجه للاعب ينقذني؟ لما اكون خسران، لما العب ضد الخصم. يعني لاحظوا لاعب في برشلونه اسمه اراوخو، وفي عندك هذا اللاعب اللي هو جديد اسمه
يجيبون معطيك الكوليديات فليكس، يعني بعطيك في اللحظة اللي أنت فاقد الأمل، بعطيك لاعب. هذا اللاعب اللي بدي ثبات في المهارة. لما أنت بتلعب ضغط جماهيري، تحت ضغط إعلامي، تحت ضغط نفس المباراة والمنافسة، بدي ثبات في الأداء. ماشي. النقطة بدل أقل جهد. طبعا ليش إحنا بنطور المهارة؟ هذا مهمة. أنت لما تتطور المهارة عندك شو بصير؟ بصير تبذل جهد أقل. عشان هيك بتقول وليد لما بسبح بسبح رايح جاي بدون ما يتعب، لأن إيش؟ المهارة عليت فصار يبذل جهد أقل من يقطع البرشة. بينما اللي مهارته منخفضة للسباح اللي بخابط مخابط مثلي، لا تشوفونه أسبح تشوفونه حتشوفونه. وإحنا نسبح مثلا شو بصير؟ بدي جهد عالي تمني أنا أقطع البرشة، اللي مهارته أعلى بيقطع البرشة وهو رايح جاي بكل بساطة. فأنت لما تكون مهارة تعليها عند اللاعب معناها بطل يبذل الجهد أعلى، فصار في عندك اقتصاد في الجهد في الطاقة. وهذه مهمة جدا ناصر للانسيابية، العوامل المؤثرة في تطوير المهارة، الصفات البدنية والصفات النفسية والفروق الفردية بين اللاعبين. طبعا احنا بندرب لاعبين، في لاعب بصير احسن وفي لاعب بضل نفس المستوى، في لاعب بتطور وفي لاعب بتطورش. الفروق الفردية بتختلف ليش؟ لان تدخل فيها العوامل النفسية، في ناس عندها ذات فردية، في ناس بتغير، في لعيبة بتغير، بنشاهد حدا بيساوي شيء بنفسه بتساوي احسن منه. ليها مش مليها، ليها إذا ظلت الغيرة في حد المنافسة، بس إذا صارت الغيرة بهدف مئات شهر لأنه تصير كارثة، تصير مشكلة كمدرب، تصير تسوي لك مشكلة كمدرب إن اللعيبة دخلوا في مشاكل. إن في ناس عندها دافع بدها تسوي بدون غيرة، عندها دافع، في ناس عندها إرادة. في لاعب بعرف يا جماعة حط في راسه يلعب تنس طاولة ولا بكيف في المدرسة، صار اللي بتش اللي تسمع أنا بكرة أبطال رام الله، يعني لعيبة عندي في المدرسة أبطال رام الله وأبطال فلسطين في المدرسة، المصاري اللي بنجمع ظرف تقريبا شهر، حط في باله يتعلم اللعبة. شو الإرادة؟ إرادة إرادة خلت شو اسمه. أنا لما رحت ألعب طائرة، أول ما رحت ألعب طائرة خذوني على الفريق، إجى لاعب علي شو كان بدي؟ كان بتعرف ليش جايبينك إحنا؟ قلت له ليش؟ قال زياد بتعلم. أول قال زياد بتعلم، أعطيته بتسعة. بعد ست اشهر لعبت في المنتخب وهم لليوم ما لعبش. بده يكون في عندك اراده دكتور عن الامتحان. طيب يعطيك العافيه. شو الواحد يكتب اسمع الشات عشان نوقف الحضور غير. في حدا بده يسال عن الامتحان يوم الخميس؟ يوم الخميس.